في اتصال مع رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس السيسي يشدد على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وخلال استقباله وزير الخارجية الإيطالية الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التصعيد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية منعا لتفاقمه. في ختام اجتماعهم الطارئ، وزراء الخارجية العرب يدعون للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم ابن طارق سلطان عمان. تناول الاتصال تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وسلطان عمان اتفق على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرض الاتصالات الجارية في هذا الصدد. كما تم التشديد خلال الاتصال على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وركز الاتصال الهاتفي على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية، حيث شدد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقنا لدماء المدنيين من الجانبين وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. تطرق الاتصال الهاتفي كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة. شدد الرئيس السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روتي. وأكد الرئيس السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي اتفقا على خطورة النزاع الحالي لتبعاته الإنسانية الكبيرة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية للمنطقة برمتها. كما تناول الاتصال التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شركة دانيلي الإيطالية العاملة في مجال صناعة معدات الصلب. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع الشركات الإيطالية. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية،
بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد تطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين. وقد تم التباحث في ذلك الإطار بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك، فضلاً عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. كما تم تسمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر. وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية والإقليمية، تطرق اللقاء للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصا على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة. كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد، وأوضح السيد الرئيس من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه، مشدداً على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومحذراً من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً للنزاع الجاري، وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيان بيترو بنديتي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ولواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالشركة الإيطالية. اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر وشركة دانيلي الإيطالية التي تعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب، حيث أعرب رئيس الشركة الإيطالية عن التزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة دانيلي وغيرها من الشركات الإيطالية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا. كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية، مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على تطلع مصر لاستمرار التواصل والتنسيق مع إيطاليا في كافة المجالات، مشيدا بزيادة الاستثمارات الإيطالية في قطاعات عدة بمصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتوني تياني. كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي والشريك الرابع على مستوى العالم، عدد كبير من الصادرات 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية، وبنسعى وهناك إرادة قوية لدى الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين.
أيضا العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين نظرا للحضارتين القديمتين، ولكن أيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية، والأهمية اللي بنعلقها على التعاون أيضا في مجال التعليم. وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية ولكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية. وأكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تحرص على تواصل الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة. وطلب الوزير خلال المؤتمر المشترك بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في التعامل مع مدنيي غزة. أكيد أن عدم الاستقرار والصراع يؤهل لزيادة عدد الهجرة غير الشرعية واللجوء للخروج خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة. فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين في غزة. مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، سواء كانت في أغذية أو مواد طبية، في توفير الإنساني والأشقاء الفلسطينيين. لكن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة ومزيد من اللجوء إلى مناطق آمنة، بالتأكيد منها أوروبا دائما مركز جذب. مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروج للهجرة غير الشرعية من أراضيها. كما أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لكل من تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد شكري ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع، محذرا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من أثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين. نفت مصادر رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم والذي جرى في 7 أكتوبر. وأضافت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن الموقف المصري معلوم للجميع، وما تقوله مصر في العلن هو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد بعد التحية، يعني كما كنا نتابع يوميا هناك اتصالات بالإدارة المصرية فيما يتعلق بالوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة وغيرها، كيف ترى هذه الاتصالات المكثفة على الجانب المصري والدور المصري في عملية التهدئة؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين مشاهدي التاسعه، وعايزين نقول ان احنا هنا القياده المصريه وخاصه
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث دائما على الاستقرار المستدام في المنطقة العربية، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في المنطقة العربية. بنشوف حضرتك مؤتمر دول الجوار للأزمة السودانية، الأزمة الليبية، ونأتي إلى أزمة غزة وما يحدث في غزة. أعتقد أن احنا كان لينا رد فعل قوي. يعني عايز أكلم حضرتك في 4 نقاط مهمة بالنسبة لهذا الموقف. أول حاجة أن الموقف المصري ظهر سريعا عقب ساعات من اندلاع الاشتباكات، وأعتقد أن ده الموقف الوحيد اللي في العالم العربي هو اللي ظهر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثاني حاجة ظهور أو وجود بيان رسمي يتسم بالمباشرة والقوة لصد هذه الاشتباكات الموجودة على الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة. عايز أقول لحضرتك أن احنا في مصر عندنا يعني وجود خبرات متراكمة في جهود التهدئة بين الجانبين. ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها مصر لصد هذه الاشتباكات، ولكن على مدار السنين الماضية مصر تدخل في التهدئة في هذه الاشتباكات ولها باع كبير في هذا الموضوع، خاصة أن مصر تعد طرف مقبول بالنسبة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. فأعتقد أن مصر في فض هذه الاشتباكات ناجحة تماما لقبولها بين الطرفين والخبرات المتراكمة لفض هذا الموضوع أو فض هذه الاشتباكات. نعم. وطبعا احنا شفنا النهارده اجتماع رؤساء خارجي وزراء خارجيه العرب في جامعه الدول العربيه، ونادوا بكثير من يعني من النقاط الهامه، خاصه اللي كان بينادي بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي يعني ان احنا ايقاف هذه الاشتباكات سريعا، لان يعني ان دلت هذه الاشتباكات سوف تدل على ازمه كبيره جدا في البنى التحتيه الموجوده في غزه. ولو تفتكر حضرتك والساده المشاهدين في عام 2021 عندما بعثنا معونات كبيره جدا للبنى التحتيه في غزه، اعتقد ان احنا حريصين والقياده المصريه حريصه تماما على هذه البنى التحتيه، حريصه تماما على دم الشهداء ودم الاخوه في غزه. طيب. ما حضرتك دكتور سعيد، يعني في دم الشهداء في غزه وخاصه البنى التحتيه وتهدئه هذه الاوضاع الموجوده في الاراضي الفلسطينيه. الوضع المتوتر في قطاع غزه ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ودعوات من حين لاخر او انباء عن اقتحام بري اسرائيلي، في ظل هذه المعطيات وهذه التحركات على الارض، كيف ترى عملية فكرة نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن هذا الأمر قد يفرغ أو هو مسمار في نعش تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كيف تقرأ هذا الأمر؟ شوف حضرتك، احنا نرجع لمقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وضع نزوح الغزاويين سواء إذا كان في مصر أو الأردن أو أيا كان في منطقة سوف ينهي على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لا تحل، أو موضوع غزة نفسها لا تحل بهجرة ونزوح أهالي منطقة غزة أو أهالي قطاع غزة من غزة نفسها، ولكن تحل بالمفاوضات السلمية. ومما لا شك فيه اللي حصل دوت، احنا رجعنا تاني لنقطة الصفر مرة أخرى، ومربع الاتفاقيات والهدنة مرة أخرى، ولكن لا تحل القضية الفلسطينية بالنزوح أو هروب أهل غزة من هذا القطاع. أنا عايز أقول لحضرتك يعني كان في اتفاقيات ورس أصله في 1993 كان هذا القطاع بيسبب قلق كبير لرئيس الوزراء رابين، وكان مرة خاطب مع فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا الراحل، وقال له إن القطاع دوت يعني بيسبب لي أزمة كبيرة، وكان بيحلم دايما بكوابيس لهذا القطاع. إذن هروب أو نزوح الأهالي قطاع غزة من هذا القطاع ليس هو الحل، ولكن أنا أعتقد يعني إحنا دايما بالحكمة المصرية بتاعتنا وبالقيادة المصرية بتاعتنا وفي ظل هذا الموضوع، إن لابد أن يكون هناك مفاوضات بشأن هذه الاشتباكات. المفاوضات لا تحدث
لا تحدث إلا بفض ووقف والهدنة بين الطرفين والعودة إلى مبدأ الهدوء مقابل الهدوء اللي احنا كنا متعهدين عليه. لو حضرتك تفتكر والسادة المشاهدين نفتكر مع بعض في يوليو من هذا العام لما في مدينة العالمين قابل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو مازن واتفقوا على الهدوء التام في هذا القطاع وفي هذه المنطقة. لابد من العودة إلى صحيح هذا الهدوء ثم وأن يتبع هذا الهدوء أن يكون هناك أفق سياسي وليس انسداد سياسي يجعل الأمر على طول الوقت على توتر. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك. نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأدان الصحفيون الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأدياتهم واجبهم في تغطية الأحداث، وأكدوا رفضهم للاعتداءات المتكررة من جانب قوات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وأبناء الشعب الفلسطيني. وتضمنت الفعاليات معرضا للصور عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال. هنيئا له الشهادة. وصف الحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هيا شايفه معها ورد مسجدها. أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على عدة قرارات بشأن الصراع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. فقد أكد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطر اتساع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع. We'll be right back.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضية الفلسطينية دخلت منحنى جديدا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشهد منعطفا خطيرا سيكون له تأثيره على المنطقة برمتها إذا لم يتم احتواء تدهور الأوضاع. جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة. وأضاف شكري أن مصر ستواصل خلال الفترة المقبلة اتصالاتها بجميع الأطراف الإقليمية والدولية وطرفي النزاع من أجل العمل على احتواء هذا التصعيد غير المسبوق. كما أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده دعت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين. وخلال كلمة وزير الخارجية المغربي أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد على ضرورة البحث عن سبل لإيقاف هذا التصعيد الخطير مع ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين في فلسطين. فإن اجتماع مجلسنا الطارئ لهذا اليوم يجب أن ينصب على تحقيق 4 أهداف رئيسية هي كالآتي: أولاً، بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك سواء بشكل جماعي أو فردي لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة مع ما يتطلبه ذلك من حماية للمدنيين ومنع استهدافهم ووقف الاستفزازات والأعمال الإحادية تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة. ثانيا، تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصال المساعدات إلى جهتها. ثالثا، تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، ونرحب في هذا الصدد بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة ونحثها على مواصلة جهودها المشكورة والدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة. رابعا، حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام بما فيها الرباعية الدولية على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة الطريق بأهداف عملية تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية. وفي كلمته بالاجتماع الطارئ لبحث سبل وقف العدوان، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والنزاع. كما دعا أبو الغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة. إن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم. والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي. نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً وإدانتها بأشد العبارات. لا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد، ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال. إنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.
أدان وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صمت المجتمع الدولي، والذي اعتبره شريكا في الجرائم التي تحدث للشعب الفلسطيني، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي الانتقامي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع. وطلب المالكي بوقف العدوان فورا وتأمين الاحتياجات الغذائية لسكان قطاع غزة، معتبرا أن إسرائيل اخترت القوة والتهديد والعقاب الجماعي لتعزيز سيطرتها على الأراضي، وموضحا أن الهدف الرئيسي هو التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. والهدف الأساسي لهذه السياسات والممارسات غير القانونية معلن ومعروف للجميع هو تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وغيره من قواعد القانون الدولي القطعية. إن الكارثة الماثلة أمامنا وما تفرض علينا مسؤوليات جسام وواجب الإصرار على الحل الجذري ومعالجة الظلم الأساس ومصدر الوحشية والعنف الأساسي والوحيد وجذر الصراع، وهو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. فمن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات والمواقف السطحية التي تشوه حياة الفلسطينيين وحقوقهم أو تجردهم من إنسانيتهم أو تتجاهلها وتعالج فقط أعراض هذا الظلم الذي طال أمده. وللمزيد حول اجتماع وزراء الخارجية العرب يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. من جامعة الدول العربية، وبعد يوم طويل وحافل وزاخر باللقاءات وبالمباحثات الثنائية والجماعية، كان اليوم الاجتماع الطارئ الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، والذي تم انعقاده بعد طلب من مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية لمناقشة العدوان الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأبرياء المدنيين العزل في غزة. ومن أبرز هذه التوصيات التي جاءت اليوم بعد الاجتماع وبعد مجمل المباحثات، كان شجب الوضع والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وضرورة التوقف الفوري عن مسألة أو سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة توفير المسارات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية وخصوصا الطبية والغذائية للأشقاء هناك في قطاع غزة، وأيضا بذل كل الجهود الممكنة لوقف هذا العنف في كافة المحافل الدولية، وأيضا تقوية الموقف الداخلي على الساحة الفلسطينية من خلال رأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين وإيجاد سبل لحل الخلافات الداخلية في بين الفلسطينيين والفلسطينيين جميعا لتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المشاكل الخاصة، وطريقة أو إيجاد طريقة لإحياء عملية السلام بناء على الاتفاقات الدولية وحل أو مبدأ حل الدولتين، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أكثر من 200 هدف في حي بمدينة غزة وحدها، فضلا عن غارات تركزت أغلبها بمدينة خان يونس الجنوبية ومخيم البريج للاجئين وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 1100 شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5339 مصابة.
في المقابل ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 قتيل، بينهم 169 جنديا، وأكثر من 3000 مصاب، بينهم نحو 366 حالة حرجة. هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية شن هجمات صاروخية في العمق الإسرائيلي ردا على الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع. في غضون ذلك اقترب الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء المعارضة من تشكيل حكومة وحدة طارئة. في تلك الأثناء أوضحت السلطات الفلسطينية أن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية، وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل القطاع، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظرا للاعتداءات غير المسبوقة على القطاع. وحذرت الأمم المتحدة من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة أصبحت أكثر صعوبة، معربة عن قلقها من إعلان إسرائيل الحصار الكامل على القطاع. وفي هذه الأثناء أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جرافيث أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر تقشعر له الأبدان، داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. أعلن جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بقطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاذ امتدادات الوقود نتيجة التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان جلال إسماعيل أشار في وقت سابق إلى أن توقف محطة توليد الكهرباء سيتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وتوقف جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية على إثره، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود. في هذه الأثناء أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية الذين يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة دعا البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير ممر آمن دون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية. وذكر البرنامج أنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتاجين، مؤكدا أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار أمريكي في الأسابيع الأربعة المقبلة للتعامل مع الوضع الحرج الراهن. وعلى إثر تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة أن الإمدادات المخزنة مسبقا في سبع مستشفيات رئيسية في قطاع غزة
استنفدت تماما. وأكد مسؤول الصحة العالمية أن المنظمة تعكف حاليا على إعادة برمجة مبلغ $1,000,000,000 أمريكي لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة، مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفوري للعنف. وأشار المسؤول إلى الحاجة لإقامة ممر إنساني لإيصال الإمدادات الضرورية، منوها إلى وقوع 13 هجمة صحية في قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالية، وهو ما أدى إلى مقتل 6 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 4 آخرين وتضرر 9 سيارات إسعاف و8 مرافق صحية. انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 12 اتفاقية وقرارا ونصا قانونيا صادرا عن أعلى هيئات أممية عالمية، حيث مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 عد جرائم حرب ضد الفلسطينيين وحقهم في أرضهم ومقدساتهم داخل الأراضي المحتلة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، حيث افتتح المتحف اليوناني الروماني. وأشاد مدبولي خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية والتي تعود لمختلف الحقب التاريخية لمصر، مؤكدا أن هذا المتحف يعد صرحا جديدا يضاف إلى خارطة السياحة المصرية وإنجازا ضمن خطط الدولة لإعادة إحياء المناطق والمقار الأثرية لجعلها مقاصد سياحية جاذبة. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمنظومة إدارة المخلفات، موجها بتكثيف العمل بها للمحافظة على المظهر الحضاري للإسكندرية باعتبارها عروس البحر المتوسط، بالإضافة لكونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى. وخلال مشاهدته اصطفافا للمعدات الخاصة بالمنظومة، استمع إلى شرح حول الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن التشغيل. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، وتفقد جانبا من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته. واستمع مدبولي لشرح حول الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى، وأكد مدبولي خلال الافتتاح حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين. نشرة أخبار التاسعة لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. زيلنسكي يدعو الغرب لزيادة إمدادات الأسلحة لكييف، وبرلين تستبعد تأثر أوكرانيا سلبا بالدعم الأمريكي لإسرائيل. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة،
وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن المقرر أن يتواصل عمل اللجنة حتى 14 من الشهر الجاري وفقا للجداول الزمني للانتخابات الرئاسية. أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري انتهاء اليوم السابع من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد بأوراق ترشحه رسميا. وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه تم تقدم 3 مرشحين فقط بأوراق ترشحهم رسميا منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر. لجنة تلقي أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتقدم أحد، وبنختم أعمال اليوم السابع، وما زالت اللجنة مستمرة عملها حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء، آخر يوم لموعد تلقي أوراق الترشح. أما اليوم النهاردة لم يتقدم أحد، وما زالت 3 طلبات فقط تم تقديمهم للجنة تلقي أوراق الترشح. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي رئيس النقابة. وأكد رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نواة كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه، وتشكيلها سيكون من أساتذة الجامعات ومثقفين وخبراء في كافة المجالات. من جانبه أكد وفد النقابة على القيام بدورهم بما يتفق مع ما حدده القانون والدستور بالعمل على التوعية السياسية للمواطنين في كافة الفئات بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، حيث من المقرر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية للمواطنين مع القيام برفع الوعي وتعزيزه، فضلا عن إقامة المؤتمرات المختلفة للإعلام وإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار. أعلن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ موافقتهم بالإجماع على ترشح عبد السند يمامة ووقوفهم خلف مرشح الحزب ورئيسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد برئاسة عبد السند يمامة، وأكد رئيس الحزب أنه حصل على تزكية نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ للمشاركة في انتخابات الرئاسة بنسبة 92%، بما يعادل تزكية 27 نائبا. كما كشف رئيس الوفد عن بعض السطور العريضة لملامح البرنامج الانتخابي. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الحلفاء إلى زيادة إمدادات الأسلحة لكييف. وقال زيلنسكي خلال لقاء صحفي مع الأمين العام للحلف يانس ستولنبرغ في بروكسل إن زيارته أساسية لضمان صمود بلاده خلال الشتاء المقبل. ويقوم الرئيس الأوكراني بأول زيارة له إلى مقر الحلف في بروكسل منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، وذلك لحضور اجتماع لوزراء دفاع حلف ناتو. استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بوريستريوس أن يأتي قرار الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري لإسرائيل على حساب أوكرانيا. أكد وزير الدفاع الألماني عقب اجتماع للجنة الدفاع في البرلمان أن برلين ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم لأوكرانيا في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط، متعهدا باستمرار مساندة بلاده لكييف خلال أزمتها الراهنة. Es geht politische Unterstützung, die wird nach wie vor von uns erbeten, aber die steht ja auch außer Frage.
وسوفيت وير هومانيتير هيلفن كن. الآن وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدي الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرات التاسعة. أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على أن يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتبارا من السبت القادم. أضافت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشأن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة سيعمل على تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم. ورغم ذلك نجحت الدولة المصرية في توفير كافة السلع الغذائية سواء خلال فترة الجائحة جائحة كورونا أو خلال الأزمة الروسية الأوكرانية. تشارك مصر في فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين والمنعقدة حاليا بالعاصمة المغربية مراكش. خلال الفعاليات أكد وزير المالية محمد معيط على أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج ما بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر لتعظيم جهود التكييف مع التغيرات المناخية خاصة في ظل ما تواجه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة كنتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وبما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط خلال التعاملات مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 2.32% لتصل إلى 85 دولار و62 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.85% لتسجل 83 دولار و52 سنتا للبرميل، وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.36% لتصل إلى 2.95 دولار للتر، كما تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.93% لتسجل 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم في البلاد في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي. أوضحت السلطات الأردنية ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.50% مقارنة مع الشهر السابق، وبحسب التقرير مع أبرز ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر والإيجارات. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع محمد ودينا. شكرا لك مصطفى. ضرب زلزال جديد منطقة قريبة من هيرات بأفغانستان بنفس القوة التي ضرب بها الزلزال الأول المنطقة بحوالي 6.3 درجات على مقياس ريختر. تسبب الزلزال الجديد في تدمير قرية شهاك بأكملها وإصابة العشرات، كما أدى إلى عرقلة السير على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينتي هيرات وتورغوندي. وندعو بحضراتكم لمتابعة أخبار الكرة والملعب أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد دينا وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية نستعرض فيها أحوال الكرة والملعب.
يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الزامبي وديا غدا الخميس في 7 مساء على استاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا القادمة وتصفية المهلة لكأس العالم 2026. هذا ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر الحالي. يواجه المنتخب الأولمبي غدا الخميس ضيفه الأردني في 9 مساء على استاد المقاولون العرب، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. كان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى الأولمبياد بعد حظه للميدالية الفضية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام. تتجه أنظار عشاق الساحرة المسديرة والكرة الإفريقية غدا خميس إلى أبيجان لمتابعة مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تستضيفها كوديفوار للمرة الثانية بعد نسخة عام 1984، وذلك خلال الفترة ما بين 13 من يناير القادم وحتى 11 من فبراير القادم. تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، وتأتي مصر في التصفيات أو في التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة بجانب المغرب والجزائر وتونس وكوديفوار والسنغال. خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي أمام فريق جمعية سلة المغربي بنتيجة 78-85 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إطار الدور نصف النهائي للبطولة العربية لكرة السلة للأندية والمقامة حاليا في الدوحة. سيلعب الأهلي على المركز الثالث أمام فريق الكويت الكويتي غدا الخميس. انتهت توقفتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة مع محمد من جديد ودينا. شكرا مصطفى. بدأ الإعصار ليديا باجتياح البر المكسيكي بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 درجات. وترافق الإعصار رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة. وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادئ قبل أن تزداد قوته كثيرا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك في ولاية خالسيكو. ونبقى مع درجة الحرارة وحالة الجو. وقفة أخيرة مع مصطفى مزار. مصطفى. شكرا محمد، شكرا لي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. في القاهرة 30 درجة والصغرى 22، الجو فيها حار. في الأسكندرية 27-21، الجو فيها معتدل. في مطروح 27-20 معتدل. في بورسعيد 27-22 معتدل. في الإسماعيلية 30-20، الجو فيها حار. في السويس 30 درجة والصغرى 21 والجو فيها حار. في العريش 29-20 مائل للحرارة. في طابة 31-24 حار. في شرم الشيخ 34-26 حار. في الغردقة 33-25 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 23، الجو فيها حار. في أسوان 35-24، في الوادي الجديد 33-20، في شلاتين 34-25، وأخيرا في حلب 32-26. الآن نستعرض معكم مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
والآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى الآن سوى التذكرة بأبرز العناوين. في اتصال مع رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس السيسي يشدد على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وخلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها لاحتواء التصعيد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية منعا لتفاقمه. في ختام اجتماعهم الطارئ، وزراء الخارجية العرب يدعون للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. ازيك يا دينا؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. يمكن قعدنا لنا يجي 10 دقائق انا ومحمد عمالين بنفكر في اللي بيجرى دلوقتي على الاراضي الفلسطينية، وعلى ما يبدو المسألة قاعدة عمالة بتكبر وبتتزايد، والدايرة قاعدة عمالة بتتسع. صحيح، فربنا يستر. يعني ده الملف الرئيسي عندك يا يوسف؟ طبعا ده الملف الرئيسي غالبا، واللي هيفضل ممتد معانا على ما يبدو لايام ويمكن لاسابيع. نتمنى طبعا انه هذه الامور يعني تهدأ شويه ونقدر نوصل لتسويات وجلوس على موائد المفاوضات، ويمكن دي المقاربه المصريه المعروفه، يعني ان نجلس على مائده التفاوض وايجاد حل. صحيح، تهدئة الأوضاع والعودة إلى الاستقرار بالطبع في المنطقة. والله أنا أشوف أنه العودة إلى حل الدولتين، يعني الاستقرار كما سبق لم يعد أملا أو طموحا، العودة دي إلى دي شرعية حل دولية نهائي. يعني طبعا حل نهائي، يعني عايزين نحط مع بعض خارطة الطريق لو صح التعبير لحل نهائي، وده أهم حاجة دلوقتي يجب أن الطرفين يبقوا فاهمينها. طبعا إحنا من ناحيتنا مفهوم، لكن من ناحية الاحتلال ده أمر هنشوف 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 الأيام الجاية هتجلب إلينا إيه. أشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقرة.